الخير ومساء الحب ومساء العافية عليكم وين ما تكونون، يا رب بصحة وعافية وسلامة، ورمضان مبارك بكل حلقاتنا. إن شاء الله أيامكم حلوة وخير وبركة. بالبداية أقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالخير تجا، رمضان كريم عليك. أنا زعلانة منك من هذه الحلقة. من الحلقة راح؟ أي ها طلبت مني شيء. كل ما اجي بيكون فنانين واصدقائي واخوتي وابن عمي وابن خالتي، ولحد يسالهم ولحد حتى شعر بكذي هسه شعر لبست وردي يابه والغزل مشمرني ماكو هسه اقول لك شعر. ها محضر لي؟ محضر لك شعر. لا مثل عيونك مثل عيونك لا ما شايف الله، ولا مثل خدودك يا الحلوه ملاك وشارد من الجنة أروح الدورة تخصرك فدوة. بس هذا مو أنا أقوله، هذا ضيفي الشاعر الجميل المهم العربي العراقي الشاعر محمد الواصف. حياك الله مساك الله بالخير. حياك الله ورمضان كريم عليك. علينا وعليكم، أنتم النور كله. نورتنا. نكمل القصيدة؟ نكمل القصيدة؟ لا لا أكو فقرة الأخ اللي هي أنا شوفي الغناها حبيبنا وصديقنا. مساء الخير نورتنا اليوم. شلون صحتك؟ والله الحمد لله تمام. رمضان مبارك عليك. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي جميعا، وشكرا على هالاستضافه الجميله. احنا شكرا على هاي الخيمه، سعيدين. احنا هاي الخيمه نقولها خيمه لمه حبايب، اكيد خيمه الفن وخيمه الاصدقاء والحبايب، واختاريناكم من نوثيناتكم، انتم قريبين من عندنا حلوين. اكيد يعني نقول يا الله. طبعا اكيد ما ننسى انه البرد الحلو هذا اللي قدمنا لقدمونا يا زهور، اكيد الشهد، وما ننسى مجوهرات رمى اللي قدمت لنا اياها اليوم. بس راح يكون هذا ضيفي اكيد. اه لعداني همين اقوم مضيف اليوم، عندي بوكيهات اثنين ورد. شكراً. انت والورد. لعداني ضيفي هم ورد. والله انت الورد، انت الورد، وهاي اكيد الجائزه مقدمه من مجوهرات رمى، وايضا زهور فضل سريح. شكرا لك. شكرا حبيبي. اكيد من زهور الشهد، وما ننسى ايضا البرنامج برعايه كوزمتك ان في. فحلقتنا حلوه، وشكرا لاي احد ساهم بهذا البرنامج اليوم. احنا دائما نقول عندنا لذه البرنامج اكيد. الاستاذ صفاء الدين عازف العود اللي يجنن، وعندنا بعد حياتنا لك القهوه، القهوة الطيبة. نقول وينها؟ بداية القهوة. يا برحب. تحبون القهوة؟ أو أكو واحد يكره القهوة؟ شو علاقتك بالقهوة؟ بما أن أنت أنا وياك صنف، مو نعرف شنو قيمتها. إيش كم فنجان باليوم احكي لي؟ لا مو هواية. مو هواية؟ أربعة تقريبا ثلاثة. أنت مع الشاي أكثر ولا القهوة؟ لا شاي. شاي ولد. أوكي. بس القهوة لا. حلو. الاثنين. زين رامي، شوف أنت مع اليوم مع الشاي والقهوة أكثر تحب؟ أنا مع القهوة لأنه تخلي الواحد ما ياكل كل انت من الناس اللي تحب تحافظ على الدايت. أيوة وهاي التفاصيل طبعا صار دي... لفتره. لا مبين هو يعني 25 كيلو على الاقل. أيوة. شكرا لك، جزاك الله بالخير. انا اشكرك. شكرا. احنا دائما نقول خيمه الحبايب ولمه. أيوة الحبايب. محمد ليش انت مقيل؟ انت نجم عربي، ليش هذا التقصير من عندك؟ احنا نحب نشوفك، وينك؟ قاعد بالغرفة. ليش؟ انا احب الغرفة على فكرة. زين. يعني انا هاي حياتي هيجي 24 ساعة قاعد بغرفتي. اوكي. مثل ما قلنا القهوة. اوكي. والشاي. زين. مو لازم يعني احب ان هاي متقوقع بمكاني. احب الهدوء. ورقة وقلم بشرة الشارع. يعني الملاحظات. الملاحظات. والاستوديوهات ما التقي بيها. يعني مو لسبب. ماكو سبب. لا صراحة ماكو سبب. يعني تعرف انت رامي، انت تعرف الاستوديوهات، يعني مو كل شاعر يعني يتحمل. كل شاعر اللي العفو يتحمل العفو الموجودين يعني. صحيح. احتراماتي للزيانين يعني طبعا، يعني مو كل واحد وقا يعني يعني انت تذب اللوم على نفسك. انا ما اريد. بالضبط. هو من يم يعني الخليط. اي محمد، انا بدي شغله قبل ما انتقل لمحمود. انا اليوم اردك توقف الكاميرا. أوكي. هاي الكاميرات نعوفني اليوم. اليوم احنا قلت لك قعده حبايب. اوكي. واذا تريد تربع اقعد عادي طبيعي وجبني شباب. انا كيف قاعده قاعده مو حتى شنو نعوف هذا القلق، احنا نقول التوتر. احنا اليوم قعده حبايب. اوكي. اليوم محمود أغاني حلوة، محمود شاب وسيم، حضور بالشاشة. الحمد لله. ليش ما متزوج محمود؟ أعرفه بقلبك باقي. مو يمكن مو هذا. ها. كي أنا صديقك. مدام قلت. جرب جواب صديقك.
أنا والله بعيد على هذا المشروع. زين خليني أسألك إنه اليوم محمود يشوف العمر المناسب، بعيداً عن موضوع محمود، العمر المناسب للرجال شو وقت ممكن يتزوج بالعمر المناسب يشوف إليه؟ يعني 44 43 44 45 هذا العمر المناسب أحسن شيء يعني. حلو محمد شو تقول؟ والله أنا جربت الزواج ومنفصل. اها بس يعني انت بعد ما عندي تجربه خليني هيك هذا كلام. لا عاد شلون هسه انت مريت بتجربه خلينا نقول ما نجحت بها، من نقدر نقول بغض النظر عن ناخذ التفاصيل، الحب اللي اذا طلع للعالم من شنو اجى؟ لا تقول لي يعني من الشيء اللي اتمناه يعني اكيد من الشخص اللي اتمناه يعني مثل عيونك لا ما شايف او يمه يمه ايش قد حلو او أطرق قطع رزق اللي غنتها الفنانة أحلام. هذا الحب، هاي الكمية مال الحب، أنا بالنسبة لي أعتبرك شاعر الحب. إيه بس يعني هو الحب يعني أكتب على الشخص اللي أنا راسمه بخيالي. تكتب الشيء المفتقده بالضبط. هاي طريقة جديدة برأيك؟ هاي الأشياء من لازم نعيش هذا الشخص منه على ما يجي. أهلا وسهلا بي. يا ربي يجي هذا الشخص ان شاء الله. الله يشفى منك. هو ما جاي وترسنا حب من يجي يسوي. محمود من احلى مراحل حياتك تقول الله يا ريت لو ارجع لهاي السنه او لهذا الوقت، ايش وقت احلى مرحله بحياتك مريت فيه؟ يعني هي التكوين يعني ايش وقت؟ بيا عمر بيا سنه نقدر نقول 17 عمر ال 17 هنا انا هستون انا 17 16 اي 16 انا عمري 16 سنه وعرفت رامي. شنو السبب بال 16 او ال 17 هاي كانت احلى مرحله حياتك؟ لانه هسه وقت طلعت على الفن برايي. لا لانه ما كنت شايف فيها حرب غير شريفه بالفن. اها يعني قبل كانت ماكو غير بس الحرب الشريفه، هسه لا هسه انا يعني المشكله اللي اكبر من عندي عمرا أي فنان راح يجي راح يتذكر خلي يقول 2005 او 2000 لانه هو اي واحد يبدي بداياته تكون دائما يعني الوجوه المبتسمه قدامه، بعدين يبدي يكتشف الامور ويا نجاحه. بالضبط كل ما ينجح اكثر كل ما يكتشف اكثر. انا حاسب اللي انت حاسبيه واللي مريت بيه. يعني انصح اي واحد يريد يسمي حياته او قصه حياته من يكبر كلش ويعتزل هاي الشغله لانه خلص يعني هو مشواره هنا خلص وانت ما تقدر تسمي حياتك من هسه لانه ممكن تجي بعد 10 سنين تكتشف انه انت داخل صراع جديد. هي الصراعات انا افضل انه واحد يسوي كتاب لليوم. واحد لحياته لليوم كتاب. انت اللي مريت بيه تحسه كافي لو بس احسن قواك يعني احسن وانا بهيك عمر. وين تحس نفسك بمحمود الغياث اليوم؟ أنا لحد الآن وبعد 5 سنين وعشر سنين أقول أنا في مرحلة تكوين وبناء حتى لا أوقف. أنا وأني أقول كلش حب أسمع يعني شيء حلو. أنت قول حتى لا أبلغ على حسابك مال الانستغرام الجديد من وراء الفيديوهات ومسبك يا هذا تهديد خطير على الهواء. لا أقول صير أنت بمكاني. صير أنت بمكاني ونعكس الأدوار. أوكي. وبيكان الأسوي اللي شفته من عندك. تجيني بكل لهفتك. طاير من الشوك وبقلبك حكي ودموعك بخدك تريد تفضفض وما تشوف بالي وياك وكل ما تقترب اتجاهل الودك. بهذا الموقف انت شرح بيك يصير من تلقى اللي يحبك مو كفو يسندك. حلو بهذا الموقف انت شرح بيك يصير من تلقى اللي يحبك مو كفو يسندك. هنا تكره الساعه وتكتشف موضوع انت بهالعلاقه تموت بس وحدك. وسلام صح لسانك شو تسوي ذلك من تشوف كل شي بعالمك ضدك من تشوف نفسك بالحزن وحدك من تشوف كل شي بعالمك ضدك من تشوف نفسك بالحزن وحدك شو تسوي اذا نجمك بدا يخفت وما يضوي وحتى حرورتك إذا نجمك بدأ يخفت وما يضوي وحتى برودتك
صارت جمرك وتمشي بدروب وحدك بيه ما تعرف وين بس تمشي ما ادري كل شي منك راح ما ادري انت خسرت كل شي الصدمة لما تلقى روحك مجرد لعبة الصدمة لما تلقى روحك مجرد لعبة ومن تكتشف بالتالي راح التعب للغربة هذا الهمال يخوف بس لا رحت من بالك ما تريد نرجع عادي تدلل ويجرالك المهم مرتاح انت وبخير اشوفك يكفي عوداني من احتاجك عطرك انور صفي ما طاخ لحد راسي بس انت نقطة ضعف بس انت نقطة ضعف هم اكو هيجي ناس محمود والله صراحة بهذا وقتنا اكو هيجي ناس بعد اكيد ايش قد من مية وينهم هذول شو ما نشوفهم بعد اكيد اكو هيجي ناس هواية طبعا شواني ما اشوفهم وينهم لا موجودين ما بعدهم ما قاعدين بالغرفة مثلي قاعدين يمك بالغرفة مثلي بالغرفة ويلي هاي الغرفة ويلي طيبة هاي الغرفة مرة تفصح لك بس هذا واحد من الناس رامي شوف صاحبك طبعا وصديقي محمود الغيار شو صاحبك وصديقي ليش هال لأنه أنت دائما مقدماتك سجاء صديقائي سجاء يعني عبالك ما أدري عبالك وكنا ما سجاء شايلة السلاح ولا أضرب ربعي خط أحمر انتبهي يعني غير أحب رعينا طبعا تمام عيني تمام أقول لك شو أنا اليوم طالعة منس قوية هاي ما أدري صديقك عيني سوي دايت 25 كيلو نازل ما يخالف واني صراحه بنيه جدا اغار من اشوف احد ضعيف فمن غيرتي حبيت اقدم الحلو يمكن شوي يعني اجواء رمضان الحبه موجوده البرمه هاي انت مثلي انا هم احب البرمه كل اثنين شلون يخاف على نفسي وما اي شيء تتعب عليه بالدنيا تحافظ عليه يلا اسمن لو بس انتهى دايت يلا 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 الا اخليكم كلكم تسمنون وابقى وحدي حماد هاي بدك تاخذها للغرفه ها كلها انا هاي نقطه ضعفي يا هي تحمل برمه هاي طلب هواي على البرمه فدوا اروح لك حمام بلا زحمه استاذ حمام طلب هواي على البرمه صار اني اليوم سعيده وياكم ولو يعني اني لازم اكون شويه مدلله ونرجع قبل ما نرجع حتى اشوف لكم اني ما عندي لياقه والله العظيم بس هيك على الفارغ تطلع فاصل تعبت نعم مشاهدينا هذه عوده لكم من جديد اكيد نكمل باقي مشوار حلقتنا لهذا اليوم وفقراتنا الحلوه وقعدتنا ولمه حبايب من برنامج خيمة الفن يا رامي يقولون أوقع لك عقد للموت هي كتبها ضيفي خلنا نحكي عن هاي الأغنية شوية عن هاي الكلمات شلون الحلوة تمت شلون صارت بالدار البيضاء وقعت بال 2017 زين العقد الاحتكار فقرأت الشروط مع العقد زين قرأت الصورة وصوت ما أدري شنو ها فحبيت الفكرة البنود الموجودة بالعقد فحبيت الفكرة أوقع لك عقد يعني حتى العقد ما خلص منك شفت هذا وياك صورة صوت يعني تعرف السمعي والمرئي فكتبتها من على هذا الأساس يعني هذا العقد كان له فضل الأغنية بعدين صار عن طريق مصطفى العبد الله تحياتنا تحياتي اللي هو سوقها يعني اي هو يمكن سامر أو مصطفى حكمة تحياتنا لهم اللي وصلوها الماجد عن طريقهم أكيد بالضبط. يعني حلو نسمع شيء منها أوقع لك عقد للموت أظل وياك صورة وصوت لحد ما يشيل التابوت أظل يمك أحبك أبقى بالمضبوط وحط براحتك لشروط لأن شروط العقد بقلبك أظل محطوط وأظل يمك هو أنت اللي يحبك هم يعوفك أبد ما عند عين الما يشوفك وإذا تبعد علي أحضن طيوفك وأظل يمك سلامتك الله عليك الله عليك عاش صوتك محمود زينك محمود ابو الحب اخ خدني العالم احساسك
وعيشني بدوف احضانك احبك من تقول لي انت شكر يطلع من لسانك واصل مرحله بحبك صاير تمشي ويا الدم حروف اسمك اشم بيه شايف لك اسم ينشم عطر خليني بهدومك طشن لحضرتك فدوى انت والشمس عالقاع خلت نعش اقوى حلم حققتك بتعبي وبد مو سهل بس جبتك سويتك نبض قلبي وتصعد بالنفس عفتك بحبك عمر صار احلى ومعنى صار ليامي من شفتك وكل الخير ربك جابه قدامي سلام الله الله هاني بوجودكم شفت كل الخير فعلا يعني رامي بس السؤال لك سؤالي لي السؤال المحمود يعني من بعد إذنك إنه يعني سمعت يقولون محمود كلش غني كلش عنده فلوس هواية ف هاي شاعة حيل غني أنا بدي أسألك غنى غنى النفس أكيد محمود أنت اليوم ما شاء الله اسمك حلو عندك فيديو كليبات هواية مشتغل هواية اليوم سوى محمود نفسه شيء ملك إله لأنه أكو بعض الفنانين إيش قد ما يشتغلون إحنا نقولي تلفس شايف هذا الهوس الشوبينج والسفر هاي حقيقة إحنا عندنا هذا الشيء يعني أنا مرات من الناس خلي نقول أسلم خلي نقول راتبي مو من الناس اللي ها أحسب حساب باكر وأقبل فأنت من الناس الحريصين لو لا خلص عايفة هيجي لله الفضل أنا يعني أعتبره يعني أعظم ملك عندي هو أرشيفي باليوتيوب أرشيفك باليوتيوب الموجود يعني فنك اللي راح واللي جاي حلو مدام أنا متواصل بعملي متواصل بشغلي ككليبات كأوديوات هذا أنا أعتبره ملك الحالة أما بالنسبة إذا كان يعني كملك عقاري أو بيت أو سيارة أو شيء شخصي لك إيه؟ ما يعني ما أعتبره مهمات أنا يعني ابد مو مهمات لا احنا يعني شنو الفايده مهمات. احنا ما نحكي كمهمات شلون انت اليوم مو مهم انت اليوم اذا ما عندك بيت مو مهم لا وين تقعد انا طموحي من دخلت للفن انه اصير فنان مشهور مو بعقار بس اليوم الشهره صح. انت اليوم قاعد تتعب على نفسك صح. الى متى انا اظني قابل اظني بس ادور شهره شم انت وصلت هاي الشهره صح بس انا ما دخلت للفن لا 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 بعد 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 انا ما دخلت للفن حتى اركب سياره يعني معقول ما عندك فد مليونين دولار مليونين دولار مليونين دولار؟ كتير بسيط أنا أشوفه إيه بسيط صح لو لا شوفي أنا أنا هسه حالياً لو عندي مليونين دولار كاش أي إذا عندي كلهن أسوي بيهن ألبومات كلهن؟ كلهن والله زين أنت دولار واحد ماضي ليش؟ هنا أنت يعني إذا تنطلي الفن أكثر من استحقاقه لو أنت تشوفه صح لا مو إحنا هسه يعني أنا هسه بمجالك ويمكن يوافقني محمد أنا هم فنان هم مثلك بس أنا بس أخذ بس اخذ من الفن لا بس ناخذ كلامك احنا يعني انا ما رد تتهرب من السؤال اترجاك لا هو مو اتهرب من السؤال اعطيني رقم الحمد لله يعني الحاله يعني وصلت للمليونين دولار لا طبعا زين صرفت المليون صرفت على فنك تقريبا مو هذا اللي احكي بيه اذا انت من الناس اللي يصرفون اللي ما تنتظر يعني تقول تفكر باكر وعقب 2017 لحد الان بس صرف الله يعينك كان اكثر من مليون دولار ويمكن اقل انا ما اصلا يعني ما انتبه يعني مو بالحسبه لا ما انتبه انت تعرف يعني وانت اكثر واحد تعرف المواني كل اغنيه ويا تكلفتها ويا تصويرها ويا الاتها ويا يعني عندك معناته عنده مليون دولار لا اللي يدلع الاغنيه بالضبط احنا اللي نشتغله اللي نشتغله من حفلات ما عندك كاش عنده مليون دولار معناتها لا
كان عندي وراح كان عندي وراح انا اشوفه شيء بسيط مليون دولار انت شو تشوفه يعني انا كل شيء فلوس اشوفه شيء بسيط انت اليوم ما عندك مليون دولار انا لا ما عندي إن الله البحر يحفظنا احنا شعراء إن الله مو صح والله انت شاهد معي مهد عجيب الحمد لله يعني بعشون يعني الفنانين كلها يمهم ويقول لك احنا ما عندنا احنا صحيح احنا ونعمة بالله والله شوف انا اعترف الشاعر اكثر عنصر مظلوم داخل ورشة عمل لغوي بالضبط ماديا قصدك ماديا بس بالعراق بس بالعراق اما شاعر برا العراق ياخذ اكثر من الملحن واكثر من الموزع عاد شلون انا سمعت عليك يا رامي تقول لهم انت عفره من رامي اليوم مقدم يقول ما شاء الله كل الفنانين ما خطيها ما عليك يا فما اصدقائك لو بس اصدقائك لا اوكي بس مو توجه لي سؤال باعوا بشلون تغيرت الملامح مال الجمهور انت نقدتني اليوم لا زين التشاعر اريد اخر شيء تقول لنا بي ليش انت رافض فكره الزواج بعد او خلينا نقول الارتباط لا انا ما رافض انت بالبدايه قلت خلص بعد لا يعني قلت انه خلص انه وقفت انفصلت وخلص وقفت اي الى ان القى يعني انه الى ان القى الانسان اللي اها ان شاء الله يعني يفتهمني وافتهم زين كونت نفسك محمد لا الحمد لله وش والله النصوص اللي تدزليها ما راح تلقى على النصوص اللي تراويني انا ما راح تلقى يعني هاي النصوص شنو بيها يعني كلها حزين وهاي واشياء ما موجوده والله اذا اشوف كان غير اشوف ضحك واحد اجراءات جميله شباب من علينا حجونا لا مو انا ادربي ما راح يمر بهاي التجربه ها اللي هي زين شنو هاي الصفات اللي بحيث ما راح يمر دخلت طبق مستورة لا لا أنا ما أريد أسأل محمد شنو هي صفات المرأة اللي ممكن ترتبط بيها وتكون قبل وياها الأمر كامل هذا مليون دولار لا 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 مو لا عبرين موضوع الفلوس لا مو لا لا نفكر مو الفلوس احنا نمشي ندور تفاهم اعطيني ثلاث صفات بيها ما أريد أكثر أول شيء تفتهم تفتهمي ثاني شيء تقدرني تقدير ثالث شيء خبلة دور مجهود شيء خبلة زين شو هم دور خبلة لا أنا أريد أسئلة على شو محضرني أنا هسه عشان صديقه يتهرب لا لا ما تهرب يتهرب يريد يساعد أصدقائه طبعا أنا اللي أنا الفضل لله هاني للفضل بتسويق ألبومك اللي نزل هالقد ما أخليه بالسيارة حلوة الأغاني كانت وكنت مبدع بصراحة احكي لنا جديدك شنو والله بالعيد يعني محضرين شيء مختلف فرايحي لو أكيد. لو جوك اللي معتادين عليه ايش تدري يعني الراحة الرسمي للحبان اويلي ولدك واللطم اهم زين خلينا نسمع فد مقطعين فد شيء يكون حصر ان احنا هم نستاهل تلقيها ان شاء الله قبل العيد بيومين غير واحد لا 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 نسمع مقطعين من عندها ما نريد اكثر والله خليهم مفاجاه انت كريم واحنا نستاهل خليهم مفاجاه احسن انت ليش لا عاد كنت اتصور نريدها كنت اتصور اتقبل فرقاك واقدر لك ما عيش بهمي وما ابكي ما حنوتا لليل الاسهار قلت لك روح الفضه رجع لي يا حب عمره يا كل اهلي فاقد حبك وفاقد حضنك وهي الأشياء نفقدها نحبها أكثر وبالفرقة بلش تكتشف حجم المحبة بالقلب ثاري غيابك مو سهل لا والله شيء كل الصعوب رجع ووعدك ما عوفك تروح يلي غيابك يطل الروح رجع ووعدك ما عوفك تروح يلي غيابك
يطلع الروح. قول فشلت وما قدرت اتجاوزك وانساك. اي صح بالبدايه تعبت من فرقك ودخلت انا بعلاقه وبالي ظل وياك. اي حبيت غيرك ومسح كل ذكراك. مو مثلك ابد بعيوب شارين رغم ما سولفت لي بينك وبين. يقل لا تحملك لو انت جمره تصير واحبك حتى لو منك شفت تقصير. تخيل مره اسمك قلت قدامي حضني وقال عوضك انا ايام مغرقني بوفاء الجان مو عندك اكثر منك اصلا حبني مو قدك. سلامتكم. هذا عوض رب العالمين. سلامتك. عاش احساسك. اي والله صح. شو ما ادري بهاي قويه عظامها عليك. انا اريد اسال المخرج قد عندنا وقت؟ يراد نروح على الغرفه مالته خمس دقائق. تدرون شنو يعني انا بودي سقفت ساعتين بعد. لا لا ما عندنا ما فهمنا شيء. ما سمعنا. لا مو نحن نقدر ناخذ بعد خمسة. اكيد اكيد البرنامج كله لكم. محمود اليوم محمود ايش قد يشوف نفسه بنسبه نجاح من 100 لحد هاي اللحظه المرحله اللي وصلت فيها؟ ما يعني ما اقدر اقول نسبه تقريبا شيء مقارب نقدر. أنا من النوع اللي بس أنطي أمل لنفسي زايد عن اللزوم خلص يعني بعد هنا أنا راح أرتاح وراح أوقف إنه أشتغل وراح أوقف أدور على الإبداع وين. فدائما أتجاوز هاي الأسئلة. بس شيء واحد يقول إنه لسوف يعطيك ربك فترضى ونعم بالله. متعدي اليوم يعني تقريبا نسبة النجاح كأنت لنفسك 70% لو جوه بس. والله العالم هي اللي تقول. انا اريد انت واكيد لابد احنا نقيم نفسنا. انا شايفك موجود بين العالم. إيه؟ يعني انا حابه هو يقيم. اريد اشوف هو يقيم نفسه. احنا اكيد احنا عندنا عرف قدر نفسه. اي والله فوق ال 70 او جوا ال 70 ما بيش. احنا لابد كنا نعرف نفسنا احنا وين واصلين اليا مرحله. يعني اقدر اقول فوق ال 70. فوق ال 70 صح. الحمد لله. وانا هم اقول انت فوق ال 70 وانا ان شاء الله تصير 100%. اكيد ان شاء الله تستاهل. محمد ايش قد 70 80 90 صراحة ما أدري يعني. بس الحمد لله وشكرا الله موفقني يعني. وين يدري إذا قبلتني بالغرفة شو موفق شعل الغرفة. لا هي سبب توفيقي هاي. زين بدلتها الغرفة لو هي عدلت الديكور. زين ما فكرت يوم من الأيام أنك تسوي برنامج شعري برنامج إليك برنامج بينك وبين حبايبك؟ الله يخليك. خليني وانا من الكاميرا اخاف. خليني انزل. ليش المقطع يعني اللي تنزله ببرامجك ايش قد يطول بيك؟ إذا أشوفك الدور أسيفهم أنا أسيفهم والله. يمكن أربعة خمسة ستة ست مرات. أنا باوع أنا حسبي. أغنية كلمات غيرك تمنيت أنت كاتبها؟ تمنيت الأغنية مال فنانة طيف تحياتنا لها. تحياتنا لها. اسمها أنا عجبك. أنا عجبك. أنا عجبك. أنا كلش أحبها. زين وغيرها؟ غيرها يعني هاي اكثر اغنيه يعني لافت انتباهي في الوقت الحالي. محمود اقدر اغني؟ اي طبعا طبعا, طبعاً اكيد حتى اقدر اختم البرنامج بيها اصلا. هي اغنيه البعيد القريب الفنان ابراهيم دشتي الحان علي صابر. أنا البعيد اللي حبك أكثر أكثر من قريبك. أنا اللي أتمنى يجي لك يوم وتسمي حبيبك وراقبك شي مو بدي واعترف مثل الغلط ويخاف بس لا ينكشف. انا اللي ارسل لك حكي ما ينرسل. انا الكبير صار قدامك طفل ولا تعتقد هالشي سهل. هم حسيت بهيج إحساس ما لك رغبة بكل الناس بس واحد ما فارق بالك
ولا طعم مفارق الانفاس ومثلهم صارت لك عقدة كل العالم عاد تفقده قلبك ما يهم اللي نقده العالم بعدك ما له أساس. حرامات هاي الأغنية منك. تحياتنا لإبراهيم دشتي وتحياتنا لملحنها وشاعرها. تحياتنا شاعرها قصي عيسى. الله الله. يعني الأغاني اللي كنت أتمناها اللي يعني بس قسمتها وبالتوفيق أكيد إبراهيم دشتي. زين ما فكرت تسويها حفلة تنزلها؟ أكيد والله. ليش بس أنا يعني أتجنن. هم أحب الكاميرا مثل محمد يعني. دائما اقول اليوم هاي كل ما قاعد من النوم اليوم راح اسوي هيك وهيك راح الدنيا اخربها بالسنابات وكل شيء. زين محمود قبل لا نختم والله هي الحلقه بصراحه ما ينشبع منها وياكم وجودكم يعني شيء كلش حلو بصراحه. انت الاحسن. اكثر شاعر تحب تتعامل وياه؟ راح نظلم. انطيني ثلاث اسماء حتى لا يزعلون الشباب. والله هوايه يعني المشكله تعرف شنو اعرف انت شاطر وانت التعامل ويا ويا الشاعر يعني مثل التعامل ويا العائله. فاني اذا ظلمت شاعر هسه معناها راح اظلم عائلتي يعني ما اقدر تهرب من عندها يعني فما راح اقدر. هو شاطر كل شاطر. هو ما يريد يقول اني حتى ما هو حبيبي أنا الكل. هو ما يريد يقول اني حتى ما اقدر ازعل احد لان كلهم يحبوني وكلهم احبوني. ما يريد انا اعرفك انت ما تريد تقول اني حتى ما يزعلون بس هم اخوتي عادي ماكو مشكله. زين حمود انا طبعا حبا بيك كذا اي والله الملحن اللي تعاملك وياه ما راح ينتهي بيوم. المشكلة أنا تعرف إحنا شعراء يعني تعرف الموضوع هذا إنه شغلك ويا الكل. أكيد إحنا تحياتنا للكل وما أقدر يعني أقول لك اعتزازنا بالكل. أكيد. بس أنت منو أكثر ملحن تحبه؟ منو يلقى نفسه محمد الوعسان إذا أنسأل هيك سؤال راح أقول أنا الكلام اللي أكتبه كلش حلو يطلع ويا محمود. بالضبط. كلش يلوق لمحمد. بالضبط. كلش يلوق ويا فلان. لا مو أنت أكو موضوع على تحكي. كل ملحن له لونه. فما اقدر اقول لونك يا ملحن حسيت انت اشتغلت ويا الكل ونجحت يعني لقيت لوني ويا محمود اشتغلت ويا اكثر من عمل. زين والحمد لله يعني لنفترض محمود ما موجود بالحلقه يعني بلا شك اكيد علي صابر. تحياتنا اكيد علي صابر يعني اكيد والباقيين كلهم خير وبركه. لا كلهم خير وبركه متعامل بس هم هذول الاقرب كلهم مبدعين يعني ما بس يعني تعرف علي صابر مخضرم يعني أقدم يعني إلى موفقية لك. أنا أسمع من عندك يعني كلمة حلوة الأخيرة رسالة لكل الناس المحبة لك. خلي نيتك صافية زين وخاف الله بالناس. حلو أكيد. والناس عبارة عن مشاعر يعني لا تلعب هالمشاعر. لا بالضبط احنا مو لعبه صح. احنا ما ادري ايش قد لازمه تبي الله ماهر يعني اكو حكي هوايه المشكله ما يطلع. الله اكبر انا حسيت ما يطلع حسره انا جدا سعيده. انا اسعد والله العظيم جدا سعيده بيك. انت نورتنا. اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله وحياه حلوه. تسلمين. مثل اخلاقك الحلوه والطيبه. تسلمين. اكيد شكرا لك. كلمة حلوة من عندك. والله نهاية تحياتنا لكم وتحياتنا للبروجرام الجميل خيمة الفن والقناتكم الموقرة. ونهاية نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. وهاي واحدة من النعم اللي جمعتنا سوية. ورمضان كريم على العراق والعراقيين وكل المسلمين. إن شاء الله دائما تكونوا بخير. إن شاء الله دائما الكل بخير ودائما الكل ما متأذي ودائما الكل فرحانين. نتمنى لك الموفقيه. وحضرة محمد جدا سعيدين اليوم انا ورامي بحضوركم ويانا وحضورك. اكيد انت نجم شاطر تستحق كل النجاح. شكراً. اتمنى لك الموفقيه. يلا كلمه اخيره من عندك حتى نختم وني اكل برنامج. يلا مع السلامه في امان الله.